الاسم ديالي بلقاس حسن، كنسكن في شارع حميد بن باديس. المشكل اللي عندي، كان عندي قيح في الورك، كان عندي قيح ودرت عمليه وكرطوا لي ديك البلاصه ديال الورك، ودابا عندي الكراجم كيتلاقاو بعضياتهم، العظم مع العظم كيتلاقاو كيعطيني الصداع، وما هذا مده ديال 19 عام. ودابا الطبيب قال لي خصك دير عمليه. دابا المعاناه ديالي اكثريه في البرد، ما كنوضش، اكثريه كتكون عندي بحال شي حبوبه مقيحه في الورك ديالي، ما كنتحركش بزاف، وفي الصيف شويه، ومره مره كتنوض عليا لا عطيتها لا خرجت مشيت، يعني كتعطيني الصداع والحريق مره مره يعني ما خصش نبقى نتحرك بزاف، بحال كيضربني الضو في رجلي. 19 عام وانا هكا، 19 عام وانا بحال هكا، ما عمرني كندير كونترول وصافي، كيقول لي خصك العمليه. على قضيه الفلوس ما كايناش، 4 مليون. دابا مع الحياه على حساب الكرا، كنخلص الكرا والموضوع والمعيشه وشويه. دابا مع المعيشه ومع الكرا ومع الموضوع هادشي، علاش ما بقاش كنفكر في راسي انا؟ كنفكرها في المعيشه، خصني باش نخلص الكرا ونخلص الموضوع، وما بقاش كنفكر في راسي، خصني نعيش وصافي. مابقاش كنفكر في راسي واش ندير شي عمليه ولا ما نديرهاش، بحالي كنصرف عليهم وكلشي، مابقاش كنفكر انا كاع في العمليه. دابا لمده 19 عام كنشوف راسي انا غادي داكشي غادي كيتزاد المرض. دابا رجلي غادي كتعطيني الصداع، بعض المرات ما كان يعني ما كنتحركش كاع، كنبقى شحال وانا عاد رجلي كتولي شويه، كيعطيني صعوبه. كنخدم مره كنخدم، ومره كنريح شويه، حتى كنحس براسي لاباس عاد كنخدم. يعني حتى في الخدمه ديالي ما كنلقاش راحتي، في الجلسه ما كنلقاش راحتي، في النعاس ما كنلقاش راحتي، يعني داكشي صعيب شويه. والوالدين والمراه عندي يعني ما كنبغيش نبين لهم، بعض المرات ما كنبينش، ولكن كيعيقوا بيا هما، كيحسوا بيا بلا مره كتعطيني الصداع، وكيحسوا بيا كيقول لي كضرك شي حاجه، كنقول لهم لا ما قدرني والو، ما كنبينش، كنقول زعما كنبغي نبين راسي راني عادي، ولكن مره كيحسوا بيا راه كضرني رجلي. الطلب ديالي هو هاد العمليه خصني نديرها، وانا 19 عام دابا وانا هاد العمليه ما درتهاش. كنطلب من المحسنين يعاونوني في هاد العمليه، الله يرحم الوالدين. وكنطلب 4 مليون حتى 5 مليون. الله يجزيكم بخير.